العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ديارة باسي قواعد متاحة ويبكي شبع عنواني مقدمة بو ما هي القاعدة الأصلية؟ قاعدة أصلية، القاعدة الأولى، أولى قاعدة أول، الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها هي قاعدة كلية، كلا إنما الأعمال بالنيات والجهة وجايسة. أصل هذه القاعدة، أصل هذه القاعدة الحديث النبوي الشريف الذي أو حديث في غنبرة درودي خوالة سربيت الذي أخرجه الإمام البخاري، كإمام البخاري إخراج كردوة في صحيحه لصحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبري، يعني عمر وتي لحالك عمر لسمي مربو وتي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جملة يا غنبر بودرج خالة بك أي فرمو، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني لو برد عشمان كردوا معنى حديث كازاني قبل لازمنا حكاية له شرح قاعدة كبدي. المقصود بهذه القاعدة، مقصود قاعدة كالأمور بمقاصدها، أوي أن الأحكام الشرعية هم بريارة شرعية كان في أمور الناس لكاروباري خلقا ومعاملاتهم لمعاملة كانيانا تتكيف حسب قصودهم، يعني كيفية بياءك بفي قصدكاني قصودهم أي نياتهم لشي من إجرائها نياتي أو أن لا إجراء معاملات الشيء أو معاملات بشما بس يكردوها شاكر جو. فقد يعمل الإنسان عملا بقصد معين، يعني إنسان كارك كاب قصدك معين فيترتب على عمله حكم معين، حكم معين فمترتب ليس عملك حكمك معين، وقد يعمل نفس العمل وجاله حمان عمل أكا ولبي قصد آخر لقصدك ترأيك فيترتب على عمله حكم آخر حكمك. مثلا كابلاية نخوشة لبي مانسانا دكتور ديني عملية كاسكي خلا دري باشا نشتري زور تيجي هنا ويتهلا قولي ده ثلاثة يكا باشا ليوا ممكنة حتى لجير أو عمراك أو إيكا كابلا نيته دلو بملي ولي أمشن كابنيتي والنيتي نيتي إصلاحي بواه قال ليشي ممنونة ولي أقل كابلا هل شقوك برزوك نشي وش يعني حاربي بنيتي شربية ديار خلا جرمي بوستاد الأبي شاكر. أمجر من تطبيقات هذه القاعدة، زين تطبيقات يوم شون تطبيق كريم قاعدة أفرمي ألف أن ملتقط ملتقط اللقطة ملتقط لقطة لقطة يعني شتي قنبو كذاك وتبي كسيدي ملتقط أو كسيك حال يقدر جالس الوزن المسألة هي عليه لكل ساقط لاقط عربي أجنبي كذاك ويش هذا هذي قريته برى أن ملتقط اللقطة يعتبر أمينا بأمين داعن لي لا ضمان عليه إذا هلكت اللقطة في يده شاكا بدون تعد منه أو تقصيرين زامنية أو ملتقطة كي أقل لقطة كي لبين شيء لدس أوه ولا ببيع تعدي أقل لا يعنيه ببيع تقصير كتاهيك أقل لا شيء أوه زامنها به إذا كان قصده من التقاطه حفظها وردها إلى صاحبها أو زمانك أجل قصد نيتي أو كابرة لها وقلت نوي أو لقطيا حفظوا باراستني أو لقطة بيو والردي كاتب لها صاحبك وأتأويك بريه كسيك بوك قنبوه ويعتبر غاصبا حر أو كابرة بغاصب دامري إذا كان التقاطها بقصد تملكها حربي زمانك أجل التقاطك بقصد أو ببكا تملك خوي أو اختفى يلمن هلاكها وتلفها شن لو كاتب غاصب دان زي اگر او شتا خوشي تياچه خوشي تلظي ام زامن حالبي مالي شن نيتا كاني فرق شوه ولو كان
ولو كان هلاكها بدون تعدي منه أو تقصير، بل هلاك شيء تعدي وتقصير نبي، ولأنه غاصب معلوم شو الغاصب يضمن هلاك المغصوب مطلق، ش تقصيري ببيت شنيبي ش تعدي ببيت شنيبي. وبهذا جاءت المادة مادي مادة 769 من مجلة الأحكام العدلية دادقة. ومن تطبيقات القاعدة أو فروعها انعقاد البيع بلفظ الفعل المضارع بقصد الحال للاستقبال. تطبيقات أم قاعدة مسافة العكاني ليالي فروعي أم قاعدة وابيشين بيع داء مزريه بلفظ فعل مضارع، ولي أقر بلفظ فعل مضارع به قصد زماني حالك به أخر مضارع مشترك اللي بين حال واستقباله، أقر قصد استقباله بدا نامزلي. فقول البايع أبيعك فرسي بكذا أبدا زيادة لو سيغانا مازي بكاربا بيعتك هذا مثلا حالبين بلا ما قال مضارع بكاربا أبيع بو زماني قصد زماني حالك به هنا دا نامزلي أبيعك يعني أستأت وآخركم بيد فروشم اسمك بفلان مبلغ بكذا مبلغين. فيقول المخاطب قبلت، أما ولكن إذا قصد بالفعل المضارع الاستقبال لا ينعقد به البيع. شو هو خبره إنشانية وكذا جل آية دعت يتفروش يعني أسفين فروشته حالوين جيم. لو نصب أو نشر الصياد شبكته، نصب يعني دايخات تور داخة نشر بلاوي كاتوا توركي يا داوكي فتعلق بها طير بارنديكي تيجيري تيوي بي. فإن كان قد نشر شبكته لتجفيفها أو لإصلاحها فالصيد يعني الطير الذي تعلق بالشبكة لمن سبق يده إليه. مثلا نيا توركي داخل سوى أو توري مثلا هاتوا بقصتي وشكوا كردنوي فذل عوابو وأمانة تدي قال عوا كوي كم أبو جنكا بار رايح أبو خوي مثلاً وش كوب بي حالبي وقتها كوش كوب لو كاتانية بعندها تيجي له ويتر بو بد قاش شو بيعه بس حماة ما نبي تدري هركس بيعه هنا و هركس بيعه نه هنا وكا كابلا كتورة في داخل شاكا. أما وين كان بابي وين كان قد نصبها للاصطياد فصيد لصاحبها. أنا أجر أو توريبا وشكوكر نودا لنا حرب ويد راي خستو وأمانا بو أويكا بو شكار بو راو باش نمشتيكي نشيلة كي دسكري أو أختي فصيدو لصاحبها أو أختي يتر مثلا نيا صيدك بو صاحبي توركي حتى أجر كثير بيقرين يسيني نوبي جيد. وإن أخذه غيره كان غاصبا أجر يكتر بباب غاصب حساوة وتنطبق عليه أحكام الغصب أحكام غصب لسنا سعد الأبي. أمجى دوباره هل سنو قاعدة وصف الفعل بالحل والحرمة بناء على قصد فاعله. أما كأو فعل بفعل يجين حرام يا يجين حلال أو بناء لسنو قصد فاعلك صاحبه بناء على قصد صاحبه نعم ومخل وكما أن الفعل يتكيف حكمه في أحكام الدنيا بناء على خص صاحبه. هل كتون فعل كيفية طياعك حكمك فعلك لا أحكام الدنيا لا بناء على خص صاحبك أي فاعله منزول ويا. فكذلك يتغير حكمه من جهة وصفه بالحل والحرمة. هل بوجوري حكمه قران كاريب سيادي الروانجي أماك اتصاف طياعك بحل حرمته وبناء على خص فاعله كالنكاح مثلا مستحب وسنة من سنن الإسلام. هلو نكاح مستحب شا سنتيشا ديالوك حلال يعني كلا سنة كان إسلام، ولكن يحرم إذا كان قص صاحبهم مضارة الزوجة أو ظلمها باشا وإمساك الزوجة بمراجعتها أثناء العدة بقصد استمرار الزوجية واستدامتها والقيام بحقوقها. وبرام حرام أبيه زماني كأجل صاحبي نكاحك قصي شي بقصي الزلال قياندني بشنك بمضارة مثل بان فعليه أو ظلمها يا قصي أو بيك ظلمك لجنك بك باشا
أما ديارة وإمساك الزوجة بمراجعتها أثناء العدة بقصد استمرار زوجيتي وسدامتها والقيام بحقوقها، هذا الإمساك بهذا القصد أحب إلى الله من تسريحها. ماشان وبازم وأمره أتوا بر يحرمك ناكري وأمره يشتنا ويجن بمراجعة مثلا جنكي طلاق داغة طلاقكي سجن عداء بجيري أم إمساكي أكاب مراجعي في أكاتوا لا أثناء عداء بقصتي شي أويكا بقصتي أويكا زوجيتك برقرار دريجك يا شي وبردوان به وبقصتي أويكا قيام بحقوق جنكبك. ماشا هذا الإمساك جاء أم إمساك أبم خصة أحب إلى الله من تسريحها خوش ويسر لا إخوة فروردقار لا أعزاد كردني جنكي أطلاق داني جنك الله ويحرم هذا الهمان إمساك خوي. أما مثالي دوة مليلة باشا أولي هذا كالنكاح وإمساك الزوجة أو إخواني نوا حالي بلا أو نكاح مستحبة سنة وكن نكاح زوجة بمراجعتها أثناء العدة بقصد استمرار زوجتي أو أنا أو تشعك أو إمساك ونيا ولي وبعشر لتسريحة. أما ويحرم هذا الإمساك إذا كان بقصد الإضرار بالزوجة. أما الإمساك أقر بقصد أوبيت كالزلالك دارك يبوش مكان هذا تبيه زلالك إلى ذا أوش حرامة بتطويل عدتها بو أوي ويكردوك عدة كدر يا شكي أشي حالي ولا قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. بالله باش معناه يا سلام معنينا كينه. وجاء في تفسيرها تفسير آياتات والمعنى إذا طلقتم النساء أجر جنانتان طلاق دا فبلغنا أجلهن فقاربنا آخر العدة نزيق بون ولا آخر عدك شنو قال بقى بأجلك هذا مجال إمساك نعميني حالي بلا ولي أمي فقاربنا نزيق بون لآخر عدك فلا تضاروهن بالمراجعة من غير قصدين يتيو الزلال يعني فيه ما قيل بوجنانا بمراجعة من غير قصد لاستمرار زوجيتي واستدامتها والقيام بحقوقها حربي شن مساقر يوم مراجعة يعني فيه كان ولأعم قصة أنه الزلال مراجعة كالزلالة الزلال يعني ليه مدن شن قاعدة كان ولا تمسكوهن ضرارا حاربين بغير قصب وإصرار زوجيته درجة زوجية وقيام بحقوقها بل اختاروا أحد أمرين وفعل أمره بلكو هل بجير دو يكي لدو أمر إما الإمساك بمعروف من غير قصد الإضرار بها أو التسريح بإحسان أي تركها ليقرب حتى تنقضي عدتها تعد في توابه من غير مراجعة بذي مراجعة باشا مرأين رجوعي في مكر بعد في توابه ويلا ولا تمسكوهن ضرارا ومن يفعل ذلك أي الإمساك المؤدي إلى ضراري شاكا فقد ظلم نفسه لأنه أرلها أو جنفقلة لعقاب الله أرل نفسك بويا كان الظلوين نفسي خوي كله شكال نفسي خوي على ذكر لعقاب الله وسخطه بس زي خابونا الرازبوني خوا بس شيء أكاري كذا بسبب ظلمه لهن شنو ظلمي لكن قال الزجاج يعني عرض نفسه للعذاب بو لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله تعرض لعذاب الله أم جاردي النية المجردة لا حكم لها في أحكام الدنيا شيء أكاري كذا يقول حد بلي ولا عندنا زين مو أبواكم نيتي مع العمل بالي ويلاحظ هنا كما هو المفهوم من هذه القاعدة أن النية المجردة أي القصة المجردة التي لا يقترن بها فعل ظاهر خارجي أو لا يترتب عليها حكم من أحكام الدنيا فمن نوى طلاق زوجته مثلا لا يقع طلاقه نية يوية كمثلا شكي طلاق وطلاق نال هذا خارجي نال
أبي عمري أنجم الثواب على النية الحسنة مع عدم مشروعية الفعل حالبي يا مثلا كردويك هي كردويك مشروع نية ولك أبلاك أنجامي الدواء نية خير يبوا مثلا لا يشون وللنية الحسنة أو القصد الحسن أثر في تحصيل الثواب بو نية حسنة يا بو قصد حسن أثريك هي قويلة تحصيل الثواب بالرغم من عدم مشروعية الفعل على الرغم أوك فعلك إيش مشروع نبي فمن فعل فعلا يظنه قربة أو جائزا شرعا كابرا كذويك أنجام داو ويزانيو أم كذو قربة في الأخوان زيقبيته ويزانيو مجائز شرعية وفعله بهذا القصد بو خصش كذويتي دي فتبين خلاف ذلك دوائي بو خلاف شرع بو كريتي أثيب على قصده ثواب لا على فعله لسأخذ نانسك لشن كذوكي باش نبوة كالمصلي يصلي بقصد الصلاة ويظن أنه متتكر وفي أبو فاقبوة وهو غير متتكر لحركة فاقبوة مثلا لباسك بدلنا أن يجيبوة دعي ويدا الكوتو أو يصلي على مرتد صلاة الجنازة شاكا كان لسان مرتد روزنية صلاة الجنازة يعتقده مسلما وإذا نيو مسلمان فإنه يثاب على قصيد نفعله ولو قدم طعاما لمن يخشى موته جوعا بقصد الإحسان إليه ودفع الهلاك عنه فتبين أن الطعام كان مسموما بعض أقل كثير أخواتني كدابة كثيرك أزان لا أو كسا ترسي مذنب ولا برسا يعني ترسي أويبو كلا برسا بمري ولأم بقصد شاكا كردن بوي نبري لبرسا تخواتني كبودانا باشا وبقف دفع هلاك وذيبوي نمره كان شيء كشي فتبين دعائد الكباوة أو طعامك أمودنا مسموم هو سمي هو حربي كشتي دون أن يعرف ذلك مقدما دون أن يعرف ذلك مقدما مقدمه مقدم طعامك نوي قدم طعاما ستوقع طعام بكارة لأنه شو بيتم مقدم طعامك جوان ببيئة وكمقدم طعامك زاني بدي كان طعام مسموم شاكب فما تأكله أو كخوارتي بمريك جاء قال ولا برسا قيل أنا ربتي اليوم لي لبرسا نمري بالي فإن مقدمه يثاب على قصده أنا الثواب يشيد السكر ولا على تقديمه الطعام طعامك خلاه هو حاربي وتجب الدية على عاقلته شن خطأ هو بعاقلة لأنه يعتبر قاتلا خطأ يعني بقاتل آلي بقاتل خطأ درجة أو كاتل خوش زوال. نو خوش بشان. زوال خوش دوال.